إذا سألتكم عن محارث الفريق البركاني لن يتردد أحدكم في ذكر أمين الكاس، وإذا سألتكم عن رمز الوفاء داخل القلعة البرتقالية سيكون جوابكم أمين الكاس. كيف لا وهو من استقر طويلا رفقة الفريق منذ صعوده إلى قسم الأضواء، ويعتبر هذا النجم نقطة وصل بين دفاع وهجوم النهضة البركانية. منذ أن وضع قدماه فوق أرضية الملعب البلدي ببركان وهو يقدم أداء محترما وقتاليا، جعل من جماهير النهضة تعترف بالقيمة الفنية والتقنية لهذا الفتى الذي قضى داخل أسوار القلعة البرتقالية 8 مواسم، كانت حافلة بالأحداث التي بقيت موشومة في ذاكرة أمين الكاس، من بينها التتويج بالكأس الفضية موسم 2018 ضد الوداد الفاسي، ونهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نادي الزمالك المصري. فالحمد لله التتويج ما جاش بطريقة سهلة. اليوم قدمنا مباراة كبيرة، كنشكر اللاعبين وكنشكر الجمهور، والحمد لله هذه بداية للألقاب الفريق النهضة البركانية. أما من الناحية الفردية، لعب أمين مع الفريق البركاني 168 مباراة، هز خلالها شباك الخصوم في 5 مناسبات، وقدم عدة تمريرات حاسمة كان أهمها تمريرته المليمترية للشاب محمد فرحان الذي أسكنها الشباك في نهائي كأس العرش ضد وداد فاس. إحصائيات تبقى جد محترمة نظرا لدور اللاعب داخل المستطيل الأخضر. أمين عبر عن رفضه لمجموعة من العروض الوطنية والخارجية، وبقي متشبتا بحمل قميص البرتقالي لسنوات عدة، مما ولد علاقة احترام كبيرة تجمعه مع عشاق النهضة البركانية. حلم هذا النجم كباقي نجوم الفريق الآخرين جلب الأميرة السمراء هذا الموسم لتزيين خزينة الفريق البرتقالي ورسم لوحات التألق محليا، ولما لا حمل درع البطولة الوطنية في أحد المواسم القادمة، وأن يصبح اسم أمين الكاس اسما مقرونا بلاعب ضحى بالغالي والنفيس نتيجة لحبه وتعلقه بفريق نهضة بركان. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.